بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع حل قطعة جديدة من قطع الثانوية العامة، فلنبدأ. The computer as well as the chainsaw is powerful tools. يبقى للكمبيوتر بالإضافة إلى المنشار بتاع الجنازير ده بيكونوا أدوات قوية. They are of great help. كلاهما ذو مساعدة عظيمة. If the chainsaw is misused. لو المنشار طعم بتاع الجنازير قد أسيء استخدامه، the person operating it might find himself missing a finger. ربما الشخص الذي يديره يجد أو بيشغله يجد نفسه قد فقد إصبعًا. But if the computer is misused. ولكن لو الكمبيوتر أسيء استخدامه، it may lead to disasters. ربما يؤدي إلى كوارث. With it باستخدامه، teachers can enhance the classroom experience in a variety of ways. المعلمون يمكنهم أن يعززوا تجارب أو خبرات الفصل الدراسي بطرق عديدة. But while the misuse of the computer will probably not result in lost limbs like any chainsaw. ولكن بينما سوء استخدام الكمبيوتر من المحتمل لن يؤدي إلى أطراف مفقودة طبعا زي الأصابع، مثل طبعا في حالة المنشار. There are other dangers that must be considered. هناك مخاطر أخرى والتي يجب أن توضع بعين الاعتبار when computers are brought into a classroom. عندما الكمبيوترز بتحضر داخل الفصل. To investigate the way technology is currently being used in our schools. لكي نتحرى الطريقة للتكنولوجيا في الوقت الحالي بتستخدم فيها في مدارسنا. I recently spoke with Mrs. Abir. أنا مؤخرا تحدثت إلى الآنسة أو السيدة عبير. Who informed me that computers. والتي أخبرتني بأن الكمبيوتر which are introduced into her classroom والتي قد قدمت داخل فصلها have helped to increase students motivation قد ساعدت في زيادة دافعية الطلاب and prepare them for life in a technological society وتعدهم لحياة في مجتمع تكنولوجي. These kids are probably going to be using more advanced computer programs. فهؤلاء الأطفال من المحتمل بأنهم سوف يستخدمون برامج كمبيوتر أكثر تقدماً. When they graduate from high school. عندما يتخرجون من المدرسة الثانوية. She noted. هي لاحظت. It's important that. من المهم أن. We provide a proper introduction. بأننا نقدم مقدمة أو نمد مقدمة صحيحة. About them بخصوصهم. In the classroom. في الفصل. She also observed that she أيضا لاحظت أن the computers have made it easier to promote interdisciplinary learning. بأن الكمبيوتر قد جعل من الأسهل بأن أنت تدعم عن interdisciplinary learning هو التعلم المتداخل بين المواد وبعضها البعض. So that لذلك students can work on a project or topic. الطلاب يمكنهم أن يعملوا على مشروع أو موضوع that relates to more than one subject faster والذي يرتبط بأكثر من موضوع بطريقة أسرع. With all of these benefits مع كل هذه الفوائد come a few drawbacks بتأتي بعض المساوئ القليلة أو العيوب القليلة. Mrs. عبير also added that السيدة عبير أيضا أضافت أن some teachers think that بعض المعلمين يعتقدون أن Using computers in the educational process is useless. أن استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية غير مفيد. And others use them in a way that وآخرين يستخدمونه بطريقة that makes students get easily distracted والتي تجعل الطلاب بسهولة يتشتت ذهنهم. By the many temptations of the internet. بكثير من الإغراءات التي موجودة في الإنترنت. And that many students are quite adept at making it look as if they are doing classwork when they are really checking their emails. وأن العديد من الطلاب بيكونوا بارعين تماما في أن يجعلوا أنفسهم بيبدو كأنهم
يقومون بأعمال الواجب بتاعتهم الخاصة بالفصل، بينما هم في الحقيقة بيفحصوا الإيميل بتاعهم or watching videos أو يشاهدوا فيديوهات while surfing educational websites، بينما بتتصفح مواقع الإنترنت التعليمية. video games may make students lose their concentration، ألعاب الفيديو قد تجعل الطلاب يفقدوا تركيزهم. These diversions are rather benign in comparison to the other things hiding in the corners of the World Wide Web. نعم، benign معناها معتدل أو غير خطير. يبقى هذه الإلهاءات يعني diversion وإلهاء بيكون إلى حد ما معتدل بمقارنة بالأشياء الأخرى والتي تختفي في جوانب تعني عالم الإنترنت أو World Wide Web، شبكة الإنترنت العالمية. نشوف الأسئلة وإجابتها مع بعض. أول سؤال: This passage is mainly about the، عن القطعة دي بطريقة أساسية بخصوص إيه؟ فعنا تبقى letter B، ليه pros and cons of computers، يبقى مزايا ومساوئ الكمبيوتر. 19: People use some نقط like a chainsaw to accomplish their work، اللي الناس بتستخدم بعض الأدوات ليه tools مثل المنشار لكي طبعا ينجزوا أعمالهم. 20: the improper use of computer can cause not results in comparison to the chainsaw. يبقى طبعا the improper يبقى الاستخدام الغير صحيح للكمبيوتر ممكن يؤدي إلى هتبقى disastrous results، يبقى disastrous results نتائج كارثية مقارنة بالمنشار. 21: while surfing the internet for studying students could be not by video games، بينما بيتصفحوا الانترنت من اجل المذاكرة فالطلاب could be distracted، فممكن يتشتت ذهنهم يعني distract معناه يلهي عن طريق طبعا العاب الفيديو. رقم 22: some students are experts at violating the classroom rules by، البعض الطلاب بيكونوا خبراء طبعا في انتهاك قواعد الفصل عن طريق هتبقى هنا checking their emails، ان هو يفحص الايميل بتاعه وبيتظاهر ان هو بيعمل واجب بتاعه عبر الانترنت. 23: although using modern technology may cause some demerits we will not، انا على الرغم من ان استخدام التكنولوجيا الحديثة ربما يسبب بعض المساوئ we will never do without it، فلن نستغني عنها ابدا. 24: according to the passage، طبقا للقطعة، the ways that teachers apply to encourage students to use the internet، يبقى طبقا للقطعة the ways that teachers apply، يبقى الطرق اللي المعلمين بيطبقوها وبيستخدموها لتشجيع الطلاب لاستخدام الانترنت هتبقى الإجابة vary from one school to another، تتنوع من مدرسة إلى أخرى. آخر سؤال: unless students were aware of the dark sides in the World Wide Web، اللي إذا لم يكن الطلاب مدركين للجوانب المظلمة لطعن للشبكة العنكبوتية العالمية they would، طعن تبقى الإجابة سفر ألط، يبقى من الممكن أن يعانوا كثيرا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.